يقول أحسن الله إليكم، يريد أن يضيف أذكارا من عنده على أذكار الصباح والمساء، فهل يصح ما دامت ما تخالف الأذكار الواردة في الكتاب والسنة لا مانع. الإكثار من الأذكار والإكثار من الدعاء ليس فيه مانع، بشرط أن لا يأتي بما يخالف الكتاب والسنة، تكون أذكارا موافقة لما في الكتاب والسنة. نعم، انتهت. أحسن الله الله تعالى أعلم.